متجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام. هنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا، هو موضوع المراهقة وقد ايه انه مرحلة المراهقة من المراحل الخطيرة جدا والحرجة جدا للأبناء، خاصة مع بحثهم عن فكرة الاستقلالية وتعاملهم ان هم لما بينفذوا اي تعليم او توجيه معين من الأسرة ان ده بمثابة يعني انتقاص من شأنهم او من قدرهم او من الاستقلالية اللي دوما حقيقة بيبحثوا عنها. وده في المقابل بيقودنا لأهمية الحديث عن دور الأهل، دور الأسرة في ان هم يستوعبوا هذه المرحلة وخطورة وأهمية هذه المرحلة، وإن يكون في تعامل بقدر من العقل وقدر من الحكمة وفي إطار حقيقة الود والصداقة ما بين الأهل والأسرة والأبناء والبنات، لأن في كثير من الأحيان القسوة في التعامل أو في التوجيه بتكون ليها يعني نتائج عكسية خطيرة جدا وتداعيات وتبعات سلبية في بعض الأحيان تبدو أنها مؤلمة في شكل وطبيعة العلاقة ما بين الأسرة والأبناء. خلونا نتكلم بشيء من التفصيل عن الجوانب النفسية والجوانب الإنسانية للمراهقة ولهذه المرحلة الحرجة كما ذكرنا، مع الأستاذة الدكتورة إيمان عبد الله استشاري الصحة النفسية. دكتورة إيمان صباح الفل وأهلا بك معنا. صباح النور وأهلا بحضرتك وبالسادة. أولا المراهقة، مفهوم المراهقة إيه؟ إيه هو السن إنه مع بدايته الأهل أو الأسرة يعرفوا إنه ابنهم أو بنتهم دخلوا هذه المرحلة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم وبحييك على المقدمة الجميلة. وبنقول إن سن المراهقة زي ما حضرتك أشرتي هو يعني مرحلة حرجة جدا لتقلب كثير من يعني لتغيير كثير في الهرمونات عند الطفل. يعني المراهقة بتبدأ مثلا ممكن من سن 14 سنة أو 12 سنة بتتراوح، يعني هي بتبقى في البنات كمان قبل الولد، ولكن هي الفترة دي احنا بيبقى عايزين فيها بعض التقنيات اللي الأسرة تراعيها، منها الحالة النفسية زي ما حضرتك قلتي، وان احنا نعرف بس ان كل فترة ليها نمو نفسي لابد من مراعاة هذه الجزء في التربية. يعني المراهقة عندنا بيحصل فيها بعض الاضطرابات لان في خلل في بعض الهرمونات عند في السن ده عند المراهق، فبالتالي ممكن يؤدي الى سلوك مختلف الأسرة مش معتادة عليه، فتبدا تقول ده بقى عنيد، ده بقى بيزعل، ده بقى ما بياكلش قوي، ده مش عايز يسمع كلام حد. كل دي تقلبات في المزاج، لان هي حاله من التقلبات على فكره المزاجيه ايضا بخلاف الاختلاف الهرموني اللي بيحصل في هذه الفتره. هو يعني تغيير شامل جسدي ونفسي واجتماعي للمراهق. طب خلينا نتكلم على التعامل الأمثل أو الأفضل، يعني تعامل الأهل مع الأبناء. يعني البعض بيبقى شايف أن القسوة هي السبيل الوحيد لحل مشكلة أو يعني للتعامل مع هذه المرحلة الحرجة، والبعض الآخر بيبقى شايف أنه فكرة الصداقة ما بين الأهل والأولاد دي حاجة مهمة جدا، بس فكرة التوازن أو الوسطية في التعامل ما بين الأهل والأبناء، لأن أحيانا كمان زي ما القسوة لها مشاكل أحيانا كثيرة بتكون الصداقة أو الصحوبية اللي بتبقى زايدة عن الحد بيبقى زي ما بيتقال كده بيسيبوا الحبل على الغارب، فكمان بيبقى ليها يعني أثار طبعاً سلبية على الولاد. طبعا أنا ضد القسوة خالص بأشكالها اللي بشوفها من خلال الأسرة، لكن أنا بقول دايما إنه الاعتدال في التربية، بمعنى نمرة واحد أكون يعني صديقة لأبنائي. الصداقة بين الأباء والأبناء دي مهمة جدا، لأن هينتج عنها حوار بناء، هينتج عنها مصارحة، أي حاجة هتحصل لي أوتوماتيكلي من وأنا طفل هبدأ أحكي للأم والأب على اللي حصل لي النهاردة في المدرسة أو في النادي أو وأنا قاعدة لوحدي في البيت. فإذا جزئية الصداقة دي بتدي للطفل في السن ده الأمان والاستقرار النفسي اللي بيني وبين بابا وماما. إمتى تكون زايدة عن الحد؟ لما يبقى تجاوزها بعض الألفاظ، بعض الهزار اللي بالإيد، إني أنا أبدأ أعمل سلوكيات مش يعني خارج نطاق الأخلاقية، يعني بمعنى إن أنا ممكن أرد على ماما
اعتبرها انها قدي في السن، لا انا اعتبرها ان هي جزء مني اه، وان انا بصارحها اه، بس ما فيش تجاوزات في الالفاظ. يعني الصداقه والصحوبيه بس ده لا يعني التجاوز او التطاول. التجاوز او التطاول طبعا يعني ليس منا من لا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. يعني اذا انا كأم ارحم صغيري واربيه بالشكل الجيد اللي فيه نوع من انواع الرحمه، اعلمه بقلب الاب ودماغ المربي. يعني انا بربي بفعلا بعلم ومنهج مربي، ولكن صحيح. بقلب المحب وبقلب الاباء. ده هينعكس على اطفالي. يعني لما انا ابقى بعامله اصلا بحب وبود، عمره كمان ما هيتطول. يعني بص هي تحصيل حاصل صحيح، لكن مش هيتطور، وهيبقى فارق الفرق، هيبقى فاهم الفرق في اني انا بهزر مع اختي، بهزر مع صديقتي، انما ماما صديقتي اه، وبحكي لها كل حاجه اه، بس في حدود. طب يبقى احنا هنا بنتكلم على فكره الوسطيه، يعني الثواب والعقاب شيء مهم جدا وضروري جدا في التربيه، ولكن زي ما قلنا ما تبقاش قسوه زايده عن الحد فتخلق علاقه يعني سيئه ما بين الاسره والابناء والبنات، وفي نفس الوقت ما تبقاش الصداقه الزياده عن الحد. يعني في كتير اهالي ممكن هم يسافروا ويسيبوا اولادهم في اطار ان هم واثقين فيهم وان هم يعملوا اللي هم عايزينه، احيانا كمان الحريه الزايده بيبقى ليها طبعا اثار سلبيه خطيره جدا. طبعا الحريه الزايده عن اللزوم، هو الطفل بيتربى على اساس انه في نوع من انواع القيود الى حد ما، وامتى اديله الحريه وامتى ما ادهلوش، وفي اي مواقف اديله هذه الحريه. هو طفل ولابد من توجيهه، يعني الفتره دي لغايه البلوغ، يعني لغايه الرشد احنا بنحتاج توجيهات بشكل مستمر. فانا حتى لو سبته بحريه بتبقى ليها وقت معين، مش حريه سنوات، مش حريه شهور، مش وقت فراغ دي لوحده. نقطه في ان التدليل الزائد والحريه الزايده بتخلق اضطرابات زي بالظبط اللي بتعملها القيود الزايده. فاذا هما الاثنين نفس النتائج الاضطراب بالظبط. لو انا عندي قيود زايده في التربيه لابنائي، وان انا حازمه زياده عن اللزوم، اول ما هتورب هيتعمل كل الاخطاء اللي انا طول النهار اقول ما تتعملش. وكذلك لو انا مديه الحريه الزايده من غير ما تتوربي بقى، خلاص يبقى كل الحاجات المخالفات والسلوكيات الخاطئه انا بنفذها. يبقى زي ما حضرتك قلتي هي الوسطيه في التعامل مع ابنائنا وفي التربيه. طيب يمكن كمان زي ما ذكرنا في البدايه تبقى الاشكاليه في فكره ان الولاد والبنات كل واحد يوم يبقى عايز يحس ان هو مستقل بذاته، وان هو مش تابع لاهله في كل شيء. دي طبعا من الاشكاليات الخطيره جدا او المهمه جدا في هذه المرحله الحرجه، انه كل واحد عايز يبقى ليه شخصيته وليه حياته المستقله، وبيرفض ان هو يسمع اي تعليمه حتى لو تعليمه في الاطار السليم والايجابي، بس مش عايز يسمع كلام حد عشان يحس ان هو مستقل بذاته. الاهل يتعاملوا مع الجزئيه دي ازاي؟ اولا سن المراهقه هو سن استقلاليه، تمام؟ يعني انا بطالب باستقلالياتي وبحريتي وبرايي وبذاتي، وعايزه اقول لكم ان انا انسان وشخص زيكم. دي نمره واحد، دي رساله لازم الاهالي تعرفها. الجزئيه الثانيه ان انا اتعامل مع الاستقلاليه، المفروض ان انا وانا بعلم الطفل وهو صغير، مش هستنى سن المراهقه، ان انا بديله جزء من الاستقلاليه والخصوصيه. والخصوصيه دي مهمه جدا، ان انت دي حاجتك، دي حصلتك، دي غرفتك، ده درجك، دي ادواتك الشخصيه، حافظ عليها لما تروح المدرسه، لما تروح النادي. المواقف دي كلها بتعلمه لما يكبر، يبقى في سن المراهقه، يبقى بالفعل انا لازم يبقى ليا خصوصياتي، عشان ما ينفعش اتكلم في حاجات قدام اختي الاصغر مني او الاكبر مني. دي مهمه الحته دي على فكره، وما بتعملش مشكله الا لما انا ما ببقاش مصدقه اولادي منذ الصغر، ومره واحده ببقى عايز استقل، ان هو مراهق وبيطالب بيها فجاه. انما انا لو متدرجه معاها مش هحس الفجاه، مش هحس الصدى اللي دي في طلب الايه؟ الاستقلال. انا بقول حتى لو احنا ما ربيناش اولادنا منذ الصغر على الاستقلاليه، نبدا من دلوقتي نديهم مساحه. يعني ايه الاستقلاليه؟ انا بعتبرها مساحه، مساحه ان هو يقعد مع نفسه، يسال نفسه، بس قبل ما يقعد مع نفسه اديله سؤال، انت عايز ايه؟ طب لما تقعد مع نفسك هتعمل ايه؟ اوديله حاجه يبدا يشغل باله بيها، يعني اديله فكره هو يقعد مع نفسه ويفكر فيها. فكره ان الاستقلاليه كويسه، بس ابقى عارفه اولادي بيعملوا ايه. فكره الموبايل المتساب في ايدهم 24 ساعه او الاوقات الكتيره دي يمكن في تقارير وفي دراسات بتقول انه الجلوس خمس ساعات امام الموبايل او الالكترونيات او الحاجات دي ادت الى اكتئاب المراهقين لهذه الفتره، ودي فتره حرجه ونسب مفجعه بجد. صحيح، هي بالفعل فتره ومرحله حرجه، وكمان بتعتبر الاختبار الاول للانسان في العموم. في حقيقه البعض بيجتاز هذا الاختبار بنجاح، وفي البعض الاخر مش بيقدر ان هو
يجتاز هذه المرحله وبالتالي بيكون ليها تداعيات سلبيه في حياته بعد كده، اللي بيلجا للهروب من البيت او اللي بيلجا لشرب المخدرات وخلافه. طبعا. حقيقه يعني مش كل المراهقين، يعني في ولاد وبنات بيبقى عندهم قدر عالي جدا من الوعي في المرحله السنيه دي. ولو اخذنا مثال مثلا الولد اللي بيبقى مقتنع انه ما ينفعش ان هو يلجا لشرب السجاير، بس سخريه اصدقائه منه او ان هما بيتريقوا عليه او بيقولوا له لا انت كده بتسمع مستني خايف من مامتك عشان كده خايف تشرب سجاير، هو من جواه مش عايز يلجا لده، بس بيلجا لده عشان يثبت لهم هما، مش يثبت لنفسه مش او لاهله ان هو مش عيل او مش صغير او كده. دي كمان اشكاليه في التعامل النفسي ما بين الولد والمحيط به من اصدقائه. دي حقيقه وبشوفها وخصوصا في المدارس وفي النوادي وفي الجامعات، انه بيبقى ملتزم جدا، واول ما بيخش مجتمع الجامعه بيشوف حد بيشرب سيجاره وبيشرب الحاجات دي كلها. دي انتشرت كمان دلوقتي، انا بشوفها منتشره عن الفتره السابقه. دلوقتي في حاجات حديثه يعني مش عايزين نوه عنها، ولكن هي متواجده بشكل التقليد. هو السن ده سن التقليد على فكره، وسن زي ما تقولي كده عدوى، يعني انا عندي عدوى ان انا اقلد. ولكن انا حتى لو هو مش مقتنع حتى لو هو مش مقتنع، بس حته اني انا لو ربيته على الثقه بالنفس وان تصوره الذاتي عن نفسه، يعني اهم حاجه عندي تصور الطفل الذاتي عن نفسه وبيطلع يكبر بيها. انا صورتي الذاتيه عن نفسي ان انا اكره الحاجه دي، فبالتالي لما تحطي الابن او الابنه في اي موقف هيبقى ملتزم. يعني احنا بنشوفها، انا بشوف ناس ملتزمين كتيره جدا ومهما يكون الاغراءات بيبقى صامد. ليه؟ لان عنده قوه في نفسه وفي صورته الذاتيه ومربيه على مراقبه النفس. صحيح. يعني راقب نفسك، ومراقبه النفس تتبعها مراقبه الله سبحانه وتعالى في كل مواقفك. فانا مش محتاج الحاجه دي. دي برضو بتدينا جزئيه الحريه، ان انا افرض ابني قال لي انا عايز اشوف ياما السيجاره دي حتى طعمها ايه او بتاع، ده يتوقف على سلوك الاباء. يعني ان هو عايز يجرب الحاجه دي، يعني والله لو جربها قدامي لو جربها قدامي خلاص، بدل ما يروح يعملها من ورايا وبقت تبقى عاده، تتكرر وتبقى عاده. يعني انا مش بقول له خد اشربها، ولكن اقول له طب ما هي دي بتعمل كذا، وابدا اكرهه في الشيء ده. دايما السلوك السيء ابدا احكي ليه. في حاجه هنا بشوفها برضو، بس يعني كمان هو يجرب فكره شرب السجاير قصاد الاهل، ممكن حد تاني يشوفها ان هو يعني ما فيش احترام انا مش قصدي ان هو يعني ياخد السيجاره يشربها يعني قدامهم، ما بين انا اقرفه انا وانا بديها له اقرفه. يعني اقول له بص دي بتبقى جواها عامله ازاي، الشكل ازاي، وبرضو علبه السيجاره ما هي فيها شكل مش كويس بره، يعني شكل مشمئز. ما هو حقيقه لجوهم للتدخين او لشرب السجاير مش لان هم مش عارفين ان هي مضره او هتاثر على صحتهم، قد ان هم بيبقوا يعني زي ما قلت فكره سخريه الاصدقاء منهم، ان انت تابع لوالدتك وخايف تشرب سجاير قصادها، فهو بيبقى عايز يثبت لهم ده حتى لو هو من جواه مش مقتنع بفكره التدخين. اخيرا عشان ما نكونش ظالمين بس الابناء في فكره المراهقه، كمان الاباء احيانا بيبقى عندهم مراهقه متاخره، او تحديدا الرجال، يعني بتلاقي رجل وقور يعني كبير في السن. طبعا مش بتكلم على ان هو يبقى فيه علاقه او قصه حب، لان الحب في اي وقت وفي اي زمن مش مرتبط بسن او بعمر، ولكن الممارسات الصبيانيه احيانا من قبل يعني بعض الرجال، اختلافهم في تعاملهم مع الناس، كل يوم عايز يعيش قصة حب جديدة، لبسه وأزياءه الألوان اللي بيلبسها، طريقة تعامله مع الناس، دي كمان بتبقى مشكلة وبتخلي هنا بقى الأبناء يبقوا مش عارفين يتعاملوا مع الرجال إزاي أو الآباء إزاي. أولا الأب نموذج، تمام، هو اللي من خلاله بنتعلم، يعني الأب والأم هو نموذج الموديل بتاع الأبناء. فإذا أنا لما أشوف الأب بيتصرف التصرفات دي خلاص أنا ابتديت أعرف إن ده قانون وده الصح وده اللي المفروض يتعمل، لأن مين اللي بيعلمني غيره؟ دي نقطة. نقطة تانية إني أنا آخد من الموضوع ده إنه في هنا دروب نفسي كبير جدا للأب ممكن يعلمه لابنه، بل وهو كان الأب ده هو طفل في نقص كثير في احتياجاته، حرم من إن هو يمارس الحرية، حرم من إن هو يبقى في صداقة بينه وبين الأهل، فابتدى يخبي، فابتدى يكبت، فابتدى ما يعملش اللي هو عايزه في السن ده، أو يديله متطلبات النمو النفسي في المرحلة دي، فابتدى لما يكبر يطلع المراهقة المتأخرة زي ما بنقول. ممكن النساء كذلك، بتلاقي بقت عندها مثلا 60 70 سنة عايزة تلبس الكعب وتحط برضو المانيكير. صحيح. وتنزل تروح في أماكن مش سنها خالص وتقع بقى في الشارع والكلام ده كله، فترة معينة لأن اتحرم من نمو نفسي. صح. بعض الاحتياجات، بعض الاحتياجات، الحب، العطف، الحنان للطفل في غاية الأهمية.
بقول بتقي شر المخدرات وشر شرب السجاير وحاجات كتير ممكن ان احنا في غنى عنها. يعني انا بشكرك جزيل الشكر دكتوره ايمان عبد الله استشاري الصحه النفسيه، شرفتينا ونورتينا يا فندم. اهلا بحضرتك معانا.